وفاة المذيعة الكويتية نعسة الجندي عن عمر ناهز 84 عاما. غيب الموت عن عالمنا المذيعة في إذاعة الكويت نعسة الجندي عن عمر 84 عاما. وأعلنت الفنانة هدى حسين عبر حسابها على موقع انستغرام عن وفاة الممثلة والمذيعة الكويتية من أصل مصري نعسة الجندي، حيث نشرت صورة لها برفقة مقدم البرامج الراحل أحمد سالم ووجهت لها عبارات النعي. وكتبت هدى حسين قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. المذيعة القديرة نعسة الجندي كما تعلمنا منهم هؤلاء الأساتذة إلى جنة الخلد. وأضافت هدى حسين في الصورة المرحومة نعسة الجندي والمرحوم الأستاذ أحمد سالم الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة. وقدمت نعسة الجندي على مدى 6 عقود العديد من البرامج الإذاعية أهمها أخبار جهينة ونافذة على التاريخ. وشاركت نعسة الجندي كممثلة في بعض الأعمال الفنية منها مسلسل عاصفة في قلب صغير ومسرحية خان الخليلي. كما نعت وزارة الإعلام القديرة نعسة الجندي التي انتقلت إلى جوار ربها عن عمر 84 عاما بعد رحلة من العطاء حافلة في المجال الإذاعي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحفي في اليوم: تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري لأسرة الفقيدة والأسرة الإذاعية والإعلامية الكويتية والعربية، لافتة إلى أن إذاعة الكويت فقدت برحيلها إذاعية ملتزمة ومتمكنة بمجالها. وقالت أن الراحلة ومنذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي تصدت لتقديم أشهر البرامج الإذاعية في الكويت مثل أخبار جهينة ونافذة على التاريخ ونجوم القمة. كما شاركت الراحلة بالعديد من الأعمال الفنية والمسرحية. وأوضحت مراد أن الفقيدة رحمها الله كانت تتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة، ما أحدث أطيب الأثر في نفوذ زملائها ومن عاصروها في العمل الإذاعي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم رضوانه وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان.